بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين من سنة أولى ثانوي، أقدم لكم تمارين فيما يخص الزوايا والأقواس. انتبهوا مليح. أقرأ لكم التمرين. تعطى دائرة نصف قطرها 10 سنتيمتر، احسب الأقواس التي تحصرها الزوايا المركزية التي أقياسها كالتالي: بي على 3 راديون، بي على 4 راديون، 3 بي على 4 راديون، 90 درجة، 75 درجة، 120 درجة. نبدأ. إذا طول الدائرة هي 2 بي آر، الناس كلها عرفوها. ألفا هي زاوية القوس بي الراديان، هاي اللي أنا عرفها. ودو بي هي زاوية دائرة، زاوية لدورة كاملة. إذا كي ندور هذه أكل ندير هكذا دورة كاملة تمد لنا دو بي، 2 بي. إذا لطول الدائرة طول 2 بي آر يناسبه زاوية هي 2 بي. لطول القوس ال غير معروف، ال نسميه ال، يناسبه الفا راديون، يعني الزاوية المناسبة لطول القوس بالراديان، ولكن لازم تكون بالراديان. إذا كيف نجبدو ال؟ ال هي 2 بي آر مضروب في الفا على 2 بي. نختزل 2 بي، واش مدلنا؟ ال طول القوس هي نصف القطر مضروب في الفا زاوية القوس بالراديان. نبداو في هذاك القوس الأول، هي ار قلنا 10 مضروب في الفا، معناه الفا 1، 10 مضروب في بي على 3، معنى 10 مضروب في 3.14 على 3. شو مدلنا؟ 10.46 سنتيمتر، هذه طول القوس من أجل ألفا بي على 3. ال 2 10 مضروب في ألفا 2، ألفا 2 وشنو هي؟ بي على 4، 10 مضروب في بي على 4، معناه 30.31 على 4، معناه 7.85 سنتيمتر. ال 3 هي 10 سنتيمتر مضروب في ألفا 3، معناه 10 مضروب في 3 بي على 4، معناه 23.55. هذه هي طول الأقواس. نرجع الدرجات. 90 درجة، 90 درجة هي كما راكم تشوفوا من لهنا، هي 90 درجة من لهنا، 90 درجة معناه بي على 2، تساوي يناسبه بي على 2 بالراديان. إذا القوس مناسب 90 درجة، نكتبه 10 مضروب في ألفا 90 درجة
بدينا 9 مضروب في بي على 2، 5 مضروب في 3.14، وشحال؟ خمسطاش فاصل 7 سنتيمتر. فيما يخص 75، أولا 75 نحولوها إلى الراديان، نعرفوا بلي مئة وثمانين درجة يناسبه براديون هي بي، 75 درجة تناسبه، واش هي تناسبه؟ إكس هي 75 مضروب في بي. من هنا نختزلو من 5 في على 12، هذه هي قيمة تاع 75 درجة. إذن 75 درجة تناسبه بالراديو 5 بي على 12. لهنا 75 نحولها إلى عاملين، جدا عاملين، وكذلك 180 نلقاو 5 بي على 12. ال نقولوا لها 75 هي R 10 مضروب في ألفا 75، معناه 10 مضروب في 5 بي على 12، معناه 10 مضروب في 5 مضروب في 3.14 على 12، واش حالة تمدلنا؟ واحد مضروب في 5 13.08 سنتيمتر. هذه هي فيما يخص ال 120 درجة، هي 10 مضروب في ألفا 120 درجة. أولا نحولو 120 درجة إلى راديون، كيف نكون؟ عندنا 180 درجة تناسبه بي، 120 درجة تناسبه إيكغيك، سموها إيكغيك، هي بي مضروبة في 120. لان عندك هذه تروح اختزال، لان عندنا بي مضروب في 3 × 4 ولا هنا 3 × 6. نختزل 3 و 3 تبقى لنا 4 بي على 6، اي بعد الاختزال تولي 2 بي على 3. إذن 120 درجة تتناسب إلى 2 بي على 3. القوس 120 درجة هو 10 مضروب في 2 بي على 3، معناه 31 4 هنا 10
مضروب في 2 على 3 على 31 4 مضروب في 2 في 3 10 20 93 سنتيمتر. إذن انتهينا من هذا التمرين، أتمنى إن شاء الله فهمتوها.